أوقفت قوات الأمن اللبنانية 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في قتل المصري محمد مسلم المشتبه به في قتل 4 أشخاص في قرية كوتر مايا اللبنانية. وهذا وقد أعادت السلطات اللبنانية فتح الطريق الرئيسية في القرية بعد أن نفذ الأهالي اعتصاما وقطعوا طريق احتجاجا على أعمال التوقيف للمشتبه بهم. ملأت الحشود ساحة البلدة بعدما وصلهم خبر اعتقال 3 من المشتبه بهم في جريمة قتل المصري محمد مسلم. جماهير غفيرة غصت بها كتر مايا احتجاجا على هذا التطور كردة فعل على توقيف ابنائها. سيارة في وسط الطريق واطارات منعت المرور في الاتجاهين وسط حال غضب عمت البلدة، حيث قرر الاهالي الاستمرار باحتجاجهم الى حين اطلاق سراح الموقوفين. يعني اليوم نحن عم نتفاجأ بالدولة عم بتتم من قبل أجهزة الأمنية وتحديدا من الشرطة القضائية بالخطف وبإلقاء القبض على بعض من شباب هذه البلدة. هذا الاعتصام هو اعتصام سلمي بكل ما الكلمة من معنى، تنديدا بما حصل من قبل الدولة. سنبقى معتصمين حتى إخلاء سبيل آخر شاب من كتم مايا. على أي حال، اتصالات سلكت على أعلى المستويات وأخذت طريقها قبل استفحال الأمور. هذا الوضع إذن كما يبدو لا يشير إلى أن هذه القضية سوف تمر مرور الكرام في الملفات الرسمية اللبنانية. سلكت القضية مسلكها القضائي إذن، حيث أشارت المعلومات هنا إلى أن القضاء المختص أحال حوادث كتر مايا إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن التي نفذت عملية المداهمة بناء على قرار صادر عن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. من العار أن يعتصم هؤلاء من أجل يعني تطبيق القانون، الدولة تريد تطبيق القانون، فهذا الاعتصام وأن يعبر عن بعض المشاعر التي قد نتفهمها، ولكن يجب أن يطبق القانون تماما في كتر مايا، وإلا لن يشعر بعد الآن أي إنسان في هذا الوطن بأنه تحت الحماية. صعب جدا الآن تصور كيفية تطور الأمور، إذ أن الأمر بات قضائيا بحت يقع بين خيارين، إما هيبة الدولة وإما خروج قرية على القانون. جورجينا المولى النيل، كتر مايا، إقليم الخروب.